السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أميرة مراكشية. قبل ما نبدأ الفيديو كنشكركم بزاف على هذا الاهتمام ديالكم وتعليقاتكم القيمة اللي تتحسني بالحب ديالكم. سبب هذا الغياب ديالي هو الأم ديالي جاتها جلطة اللي تسبت لها بشلل نصفي. كيف ما كتعرفوا ما كانت الأم عند كل واحد، لهذا كنطلب منكم تدعيوا معها لأن دعوة الغائبين مستجابة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير، يتبعوا المرحلة خطوة بخطوة باش نشرح لكم الوصفة. عندي هنا الدقيق الرطب، بالنسبة لهذا الدقيق الرطب من النوعية الجيدة، 500 غرام ما يعادل 5 أكواب. عندي كذلك الزبدة بحرارة الغرفة، كنحاولوا نذوبها شي شوية، 50 غرام، جوج حبات ديال البيض، جوج ساشيات ديال الفانيليا، قرصة ديال الملح، معلقة كبيرة ديال الخميره ديال الخبز. بالنسبه لهذه المعلقه كبيره، الا كان الحراره كنديروا هي معلقه كبيره ما عمرهاش بزاف، ولا كان البروده كنزيدوا الكميه ديال الخميره. كوب ديال الحليب ما يعادل تقريبا 200 لتر، يمكن نخلطوا به كامله، يمكن نقصوا منه، يمكن نزيدوا عليه، يمكن لكم ديروا نص ديال الماء، نص ديال الحليب، او يمكن لكم ديروا كذلك الماء كامل حسب الذوق ديالكم. كذلك عندنا 100 غرام ديال السكر الخشن. بسم الله، دائما كنسبقوا النواشف الدقيق 500 غرام من النوعيه الجيده كما سبق لي قلت لكم. يعني هنايا كذلك بالنسبه للسكر الخشن 100 غرام ديال الفانيليا. ساشيو اللي عنده سائله ممكن يديرها. عندي خميره ديال الحلويات، عفوا خميره ديال الخبز، كنصب عليها على الشكل، كندير واحد الحفره، كندير الزبده، كنحاولوا ندوبها شويه، انتما كتلاحظوا الزبده كندوبها شويه. بسم الله، بعد ما صبينا الزبده كنصبوا كذلك البيض، وكنبلجوا، كنصبوا شويه ديال الملحه، قرصه ديال الملحه في الجانب، ودائما كنوخروا السائل. بالنسبه للكميه ديال الحليب كنصبوا شويه بشويه، لان ما يمكن هذيك الكميه نستغنوا عليها، يمكن نديروها كاملها. دائما الحليب تيكون دافيه شويه لان الحراره غير شويه كندفيو، كنخرجو من الثلاجه كندفيو واحد شويه. بالنسبه للمراكش راه الحار سخون، كنبقاو نصبو بشويه بشويه، وحنا كنجمعو دائما الكميه ديال الماء ولا الحليب. حنا كنصبو وكنمشو. بالنسبه للكميه ديال الحليب صغار ليا كل واحد، كنجمعوا العجينه وكنحاولوا نلقوا اللي عنده العجينه يمكن يدير العجينه. بالنسبه لي انا ما كنديش العجينه، علاش؟ باش الكل يستافد، اللي عنده اللي ما عندوش. بسم الله، بعد ما جمعنا العجينه انتما كتلاحظوا كنبقاو نلقوا فيها مزيان حتى تصبح رطبه. بسم الله، بعد ما دلكنا العجينه انتما كتلاحظوا كتجي رطبه، كنحاولوا كناخذوا واحد شويه ديال الزيت كندهنوها وتنتركوها تقريبا 30 دقيقه. هذه مرو المرحله المولده دائما باش ما دلكناها كتجي مسفجه، لان غادي نحاول نغطو عليها بالبلاستيك الغذائي. بسم الله، بعد ما دلكنا العجين حتى تقريبا نص ساعه، كناخذ هاد الكويرات، كل كويره تقريبا كنعبر فيها 70 غرام، كناخذ 70 غرام بالنسبه للمبتدئات باش يديروا الكميه، كل كويره كتشبه الاخرى، وكنبقاو مستمرين حتى نكملوا جميع الكويرات بنفس الشكل، وكنجمعوها مزيان هكذا كما كتلاحظوا. بسم الله، بعد ما كملنا الطوا الان غادي نحاولوا ندهنوا من الفوق واحد شويه، كنحاولوا نطرقوا غير شويه شويه بحال هكذا ماشي بزاف، وكنحاولوا ندهنوا من الفوق ديال المزيل باش يدير البلاستيك باش ضايه كتحمل لينا ما يسخنناش بهذا الشكل. كتلاحظوا راه كيجيو مسفجين، كيجيو رائعين، واحد الدبلوج لذيذ بزاف وبنين الشكل ديالو. حتى بالنسبه بسم الله كندهنوا المزيل هكذا، بالنسبه حتى لهذا حتى دخلت المدرسه راه انتهى المدرسه، العطله انتهت، يمكن ديال وليداتنا، يمكن النساء الخدامات يمكن يديروهم، يديهم معاهم الخدمه، كيجيو بنان وهشاش ورطبين. بسم الله، الان نحاول نغطيهم بالبلاستيك، كنوضعو في واحد المكان دافئ باش كيخمر لينا. بالنسبه لهاد الكميه اللي باغي يضاعفها يضاعف الكميه،
ضعت المقادير بسم الله، وكنطويها وكنوضعو في الزيت كذلك باش يزيد، وكنتركو حتى يضاعف الحجم ديالو. بسم الله. بالنسبة للمقادير ديال الكريمة كنحتاجو هنايا عندنا 4 بيضات، كنحتاجو الأصفر، عندي هنا 100 غرام السكر الخشن، 50 غرام ديال مايزينا أي نشا، نسيت هاد الحليب تقريبا 2 أكواب ونصف ديال الحليب، ما يعني نصف ديال الحليب، عندي هنايا فانيلا. بسم الله. كناخدو هي الصفار ديال البيض، كنصبو فيه فانيلا، كنصبو فيه فوقو السكر الخشن على هاد الشكل، كناخدو كذلك النشا، وكنصبو واحد شوية ديال الحليب، مكنكتروش، واحد الكمية قليلة حتى تنمجو الكل مزيان، عاد البيض نصبو الكمية المتبقية باش نوضعو الكل على النار. من هنا نجمع الكل، الان غادي نحاولوا نصبوا الكميه المتبقيه، وكنمزجوا الكل، وكنحاولوا نوضعوا الكل فوق النار، الا وضعنا فوق النار كنبقى نحركوا فيه باش ما يدخل لنا كتل ما يتحرقش. بسم الله. بسم الله. بعد ما وضعنا الكريمه فوق النار كنبقاو نحركوا عليها، ما كنوقفوش من التحريك باش ما تلصق لينا، وكتكون لنا دي كتل، كنبقاو نحركوها حتى تتقسح لينا وكتوقف. بسم الله. بمجرد ما بدات يعقد لينا نتوما كتلاحظوا، وحنا كنحركوا فيه ما كنتوقفش على التحرك باش ما يلصق لينا وما يتكونش هذيك الكويرات، كنطفي عليه النار وكنطلقوه جانبا حتى يبرد لينا. غنوريكم الطريقه اللي غنديروا ليه. بمجرد ما كنطفي على النار كنبقاو نحركوه مزيان بعد دقائق على هذا الشكل، وكنديروه في اناء اخر باش يبرد لينا، وكنديروا ليه مباشره البلاستيك من الواجهه ديالو. بسم الله. نتوما وكنطلقوه حتى يبرد باش كنعمرو به هذوك البريوش. دائما بالنسبه للنار الا كان هاد الكريمه كطيب ما كنجهدوش على النار، كتكون النار متوسطه شبه ناقصه باش ما يتحرقليناش. بسم الله. بالنسبه كما كتلاحظوا ضروري باش نتبعوا هاد التعليمات باش يجينا هاد الكريم باتيسير ناجح. وبالنسبه الا لاحظنا فيه كويرات كناخذ واحد الصفايه وكنصفي فيها، بالنسبه لي انا ما فيها كويرات اولو، لا حاولت كنطربو وانا كنراقبو حتى تيجي على هذا الشكل، لان غادي نحاولو نغطيو عليه بالبلاستيك مباشره، كنوجهو البلاستيك فوق هاد الكريمه الوجه ديالها. بسم الله. هانتوما كتلاحظوا البلاستيك الغذائي ما كنخليوش هكذا، كنحاولو نلمسو الوجه ديال الكريمه هكذا باش ما كينشف ليناش من الفوق، ضروري هاد العمليه باش كينجح وما كيكونش هذوك القشره كتكون من الفوق يابسه. هانتوما الشكل ديالو كيبقى، وكنتركوه جانبا حتى تيبرد لينا مزيان. بسم الله. بعد ما خمينا هنا البريوش هانتوما كتلاحظوا خامين مزيان، تركناهم حتى خمروا لينا مزيان، كنحاولوا ندهنوهم بشويه ديال الحليب، وحنا كندهنوهم بشويه كنحاولوا باش ما ينزلناش الحجم ديالهم، كيبقاو من الفوق هنا كما هما بشويه ديال الحليب. انا علاش دهنتهم الحليب بواحد ما دهنتهم البيض، باقي غادي ندير فوقهم، غادي نبودري فوقهم سكر غلاسي. بعد ما دهناهم كاملين هانتوما كتلاحظوا غنحاولو ندخلو الفران، دائما الفران حسب كل واحد الظروف ديالو كيفاش عندو الفران، كيسخن مزيان وكنراقبو حتى يطيب لنا. بسم الله. بعد ما خرجنا هانتوما كتلاحظو البريوش ديالنا بعد ما خرجنا من الفرن كيجي على هاد الشكل، كيجي مشفش ورطب. بسم الله. بالنسبة للحشوة اللي غنديرو لهاد البريوش، عندي هنا الكريمه، بالنسبه لهذه الكريمه كتلاحظوا دائما كندير هذه الكريمه كتجي بنينه ولذيذه وسهله التحضير، حتى الثمن ديالها مناسب. غادي هذه الحشوه هذه وكندير بها هذه الكريمه اللي حضرت معكم. بالنسبه لهذه الكريمه اللي حضرت كنزيد في المونتاج، كنحاولوا كنطبقوا هذا الشيء وغنديروهم في البوشيط، غندير هذه في البوشيط وندير هذه الكريمه الشوكولات كذلك في البوشيط. بسم الله. كناخذ هذه الكريمه اللي حضرناها كما كتلاحظوا، كناخذ واحد الكميه لان بغيت نخلطها مع هاد الشوكولات اللي دهن، راه كتجي واحد المده بنينه بزاف هاد الشوكولات. نص كنديرو بهاد الكريمه، نص كنديرو بهاد الكريمه الاخرى اللي خلطتها بهاد الشوكولات اللي دهن، لان كتجي واحد المده رائعه وبنينه. كنحاول نمزج مزيان حسب الكميه اللي بغيتو، غير قاع جمعوا كنخلطو بكميه بكميه حتى
نديرو الحشوة مبغيوش عاد من بعد راه خصنا نعاود نزيدو. بسم الله، بعد ما نمشنا الشكلاط مع الكريمة كريم باتيسيير كنديروها فهاد البروشيط، ونفس الشكل بالنسبة للكريمة لي صينا كريم باتيسيير. بعد ما درنا هاد الكريمة الأولى غندير الكريمة الثانية كريم باتيسيير باش كنعمر بيهم. مديرلوش تيما، كيجي بنين كيجي بديد بشكل مختلف، حتى اللذة ديالو كيجي رائع. بسم الله كناخدو هاد الشكل كنحاولو نتراسيو من هنا هادشي الشكل، الشكل ديالو كيجي. الآن غادي نحاولو أنطبق تجي، كيجي بريوش مشفش مقاد. بسم الله، الآن كنغناخدو هاد الحشوة ديال الشكلاط كيف ما تتلاحظو، وغادي نعمرو بها البريوش. بعد ما عمرنا هادي كنبقاو مستمرين كنعمرو الكل، انتما كتلاحظو دائما العمارة حسب الذوق. بسم الله، بعد ما درنا الحشوة الأولى انتما كتلاحظو كيجيو رائعين، حتى البريوش كيجي مسفش انتما من الداخل كيجي، لأن غادي نحاولو نديرو هاد الكريمة كيجي واحد اللذة لا تقاوم، بنين ومتيت. كنبقاو مستمرين تنكملو الكل، كنبدعو كذلك جانب. انتما كتلاحظو بعد ما عمرناهم الان غادي نديرو سكر كلاصي، كيجي البنة والمنظر رائعين ولذاذ بزاف، نحاولو نقدموهم. بالنسبة لهاد السكر كلاصي تيضيف ليهم واحد المنظر وواحد البنة رائعين. الشكل النهائي ديال البريوش كيف ما تتلاحظو كيجي رائع وكيجي لذيذ وبنين، بحشوة كتجي لذيذة. كنتمنى يعجبكم وغادي يعجبكم، هيا جربوهم وبارطاجيوهم مع الأصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.